السلام عليكم اخوان ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم كلكم تكونوا بخير. ندخلوا في الموضوع كيف ما العاده، الموضوع صادم جدا، صادم لدرجه لا تتصور. الفيديو السابق تكلمت على اكرام على اساس انها تدير بعض الاشياء، تاكل لحم حلوف او ما تصومش او تتسكر او تضرب الكوكايين او اي حاجه، ولكن اخر حاجه طاحت لي على البال لانها دايره المساكنه. اشنو هي المساكنه؟ المساكنه هو رجل امراه في اوروبا تعيشوا مع بعضياتهم وتولدوا الاولاد بدون زواج، بحال شاكيرا وبيكي باغ اكزومبل. هادوك هم دايرين المساكنه، ولكن هادوك اوروبيين، هادوك ماشي اكرام. اكرام المغربيه المسلمه بنت بجعد المؤثرة اللي تتأثر في العديد من الدريات الصغار. يعني قلت لكم خرجت على دوار، على قبيلة خرجت عليها، على جيل ديال الدريات خرجت عليه إكرام. وها هو الدليل. دروكا اش نقولوا لهاد البنات؟ نقولوا لهم ديروا المساكنة بحال إكرام، المؤثرة ديالتكم الجميلة الرائعة العظيمة، ديروا بحالها، سكنوا مع الأوروبيين غير هكاك بدون زواج، ولدوا الأولاد راه يحطوهم في سميتكم. لا، الزواج راهي شكليات، بتقول لك راهي شكليات، قالت لك لحم الحلوف باش تندمج. ودروكاش بغيتي تقولي لعباد الله في هذه قضيه الزواج، حتى هو بغيتي تندمجي، ندمجتي في اوروبا، انت فعلا مندمجه في اوروبا ومنغمسه، ولكن هذا الشيء اللي درتي لا يمكن ولا يمكن. ضروري 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 الناس يتجمعوا. هاد الاخت هذه راه ما خصهاش تبقى في اليوتيوب، ضروري إكرام ما خصكش تكوني مؤثرة في اليوتيوب. نحن نرفض أنك تكوني مؤثرة في اليوتيوب على بناتنا، لا يمكن أن تكوني مؤثرة في اليوتيوب. ما مزوجش إنسانة دايرة المساكنة تتعيش مع راجل وهي مسلمة وبنت بجعد وولدة معه جوج ولاد وما مطلقاش من الرجل الأول وعيشة مع راجل، كل شيء صبرنا لي هذه لا ثم لا ثم لا ثم لا. أفينكم المتابعات ديال الإكرام المدافعات عليها بشراسة؟ دفعوا عليها هاد المرة ضد الله سبحانه وتعالى، دفعوا عليها هاد المرة ضد الله سبحانه وتعالى. لا للمساكنة، ما عندناش في المجتمع ديالنا. ما تتعيش المرأة مع رجل، أصلا الزواج من أوروبي قلنا ما كان، ولكن سميتو زواج، هي غير متزوجة مجوجة براجل آخر وعايشة مع رجل آخر. أش قلنا لكم؟ إكرام راه تعدات الحدود، ما كاين حتى شي مشكل انه مدمنه كوكايين ودخلت تتعالج منه، دخلت تتعالج، ولكن هذا الشيء حرام. هذا الشيء اللي وصل له الزروالي. الا كان عندك شي حاجه ضد هذا الشيء وان هذا الشيء كذوب، كذبي هذا الشيء. اما الا كان حقيقه فنحن مستحيل 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 نوافقوا على هذا الشيء بجميع الطرق. الا كان الزروالي هي تيكذب عليك، خرجي كذبي ورينا بانك مزوجه بهذا الشخص. ما تقوليش ان داك الكلام تاع شيء خاص، الا كان شيء خاص بينك وبينه خرجي من اليوتيوب، تخرجي من اليوتيوب. اللهم ان هذا منكر، هذا الشيء ما يمكنش نقبلو به نهائيا، ما يمكنش نقبلو به، لانه كما هي مؤثره على بزاف ديال البنات. راه بزاف البنات غادي يديروا بحال عباد الله، واش وحده والده جوج ولاد وما مزوجاش، دايره المساكنه مع من؟ مع ايطالي، مع قوري، مع اوروبي، عباد الله، ولا يكون حتى مسلم. مساكنه واش الغرب وعندهم مشكل في المساكنه؟ واسعك حنا كمسلمين، وفينكم المسلمين؟ وحاربوا هاد الاخت، وحاربوا، راه ما خصهاش تبقى، راه ما خصهاش تكون مؤثره. وعباد الله اقسم بالله ما عنديش حاجه ضدها، ولكن هاد الموقف راه غادي تندموا عليه، غادي تندموا عليه غدا في الايام القادمه من تشوفوا بناتكم تيديروا نفس الفعل المشين. وعباد الله